عندي سينتاكس خطأ، خذفت ال end f. نشوف شو يقول. يقول route post dot create not defined view. زين نجي على route wait، وراح نجي هنا راح نجي نسوي شيء route. الروت طبعا انا عندي موجود، فبس مجرد حتى اختصر عليكم الوقت وتشوفون الطريقة اسرع ما يمكن بدون ملل. route عندي اشوفكم يا هذا بشتغل اني كاملا. فنشوف الروت الخاص بالبوست، هذا الروت سوي له كوبي بيست بهذا الشكل الخاص بمن بالسنتاكس اللي حنكتبه روت جيت اول شيء بوست وكريت. فعندي يوزز بوست كنترولر بوست كنترولر اللي انا سميتها بوست كنترولر وكريت بوست دوت كريت. خلني نشوف بالمتصفح شنو راح يخرج. طلع بهذا الشكل انشاء منشور لوحة تحكم. خلنا نضغط انشاء منشور نشوف شنو يطلع لي. شنو يقول؟ يقول basic table of view not found table test. ما عندك form. خلي نشوف الخاصة بينا من الجريد. طبعا انا سويت بس مجرد ديفز بسيط، ما لازم اسوي form كاملة اللي خاصة الخاصة بمن الخاصة بال بهذا ال بس خليني افتح عندي. تمام خلنا نجي شنو اللي احتاجه. وين الكريت كريت هذا. تمام عندي هذا، هسه خلنا اروح على حتى اختصر عليكم. تمام ماشي عندي ريسورس يو ادمن بوست عندي جريت عندي هذا بهذه الصورة. وراح اخذ هذا راح اخذ هذا الديف اخذ هذا الديف هذا الشكل. آسف آخذ هذا الديف صورة كاملة خليها لصقة ونشوف شكلها شلون حيصير. حيكون بهذا الشكل. طبعا فأنا هسه ما عندي حاليا كاتيجوري، وراح أشيل بالنسبة للكاتيجوري حاليا هذا الديف. خلي نوقفه مثل ما تشوفون، نوقف هذا الفرق صورة تاك ما عندي. نوقف هذا ايضا محتوى انشاء منشور. هذا الديف الخاص بانشاء منشور جديد مثلا سي اس ار عنوان المنشور مثلا الفرق صورة تمام. والكاتيجوري المحتوى عندي طبعا المحتوى راح يكون النيم تايتل صورة تايب فايل يكون فيتشر ويكون خاص بالمحتوى. يكون عندك بودي الاي دي بودي. طبعا عندي شيء راح اخلي داخل البودي يكون شيء يكون جافا سكريبت تعامل مع الالوان تعامل مع شو اسمه. فنشوفها هي موجودة عندي انا حننزلها
تتعامل مع البادي. هذه الجافا سكريبت سيكشن ستايل واللينك. طبعا السكريبت موجوده داخل فيها البادي. الدوكيومنتيشن الدوكيومنتيشن دوت دي بادي. البادي بالنسبه للسوما رابط خوش. فانت راح تتعامل مع جافا سكريبت خاصه بهذه الامور. هسه خلينا نشوف شنو طلع عندي داخل المتصفح مالتي. اسف خلينا نسوي سيف. Select from categories. Select from categories. Doesn't exist. خوش خلنا نشوف خلنا نشوف داخل post controller category all. خلنا نشيل هذا الكاتيجوري حاليا ما احتاجه واشيل هذا. خلي نشوف شو يطلع. post not define post.store not define post.store not define. خلي نشوف post.store موجود عندي لو ما موجود داخل الرابط. post.create موجود. خلي اسوي واحد جديد. هاي كريت موجود بس ستور فعلا ما موجود. وهذا ستور انا اشوف الستور عندي. web.php خلنا نشوف ماي ستور هذا يكون بهذا الشكل. بوست ستور هذا الشكل. بوست ستور بوست كنترولر ستور بوست ستور. طبعا خلنا نشوف داخل حاليا نعرض يقول in define variable category view in define category view when داخل grade.play.get categories variable are hard variable داخل grade ما موجود. يقول ما موجود عندك الكاتيجوري اللي تحكي عليه. خلنا نشوف وين الكاتيجوري. define variable categories هلا شيء هذا ونشوف شنو الموضوع. فتح بهذا الصورة فتح بهذا الصورة. طبعا هذه كلها منسق انشاء عنوان المنشور. فاحنا لازم نعدل وكذلك قبل هذه احنا ايش راح نحتاج. بس هذا انشاء منشور بس مجرد تضغط على انشاء منشور حولك على اليمن على هذا المكان. طبعا اذا رحت على لوحة التحكم راح يرجعك على الهوم. تدوس على انشاء منشور حيرجعك على هذا يفتح لك فوق بهذا الشكل. هاي فورم خاصة بي. طبعا احنا مجرد راح نسوي هذا المشروع. فنعلمكم شلون تسوي المنشور. ذلك التنسيقات هم نعدل عليها بس هسه احنا بس مجرد نشوف ترتيب. هسه حاليا بهذا الشكل انعرض وعندنا شلون راح نخلي طريقة اضافة الكاتيجوري. لانه هسه احنا حاليا عنوان منشور موجود استاذ صورة والمحتوى بس عندنا ناقص عندنا بالنسبة للكاتيجوري. عندنا الكاتيجوري فانا بس راح احتاج راح احتاج اسوي php